حلوين. بما اننا اخدنا مع بعض موضوعات بتتكلم عن الاخلاق الكريمه والتعاون، تعالوا معايا ناخد مع بعض قصه استماع بتتكلم عن التعاون ومساعده الجيران. تعالوا نشوف مع بعض قصه النهارده اسمها ايه. جيراني كاهلي، اسمها ايه يا اصحابي؟ جيراني كاهلي، يعني جيراني اللي حواليا زي اهلي بالظبط، بل بالعكس كمان قربهم ممكن يساعدني اكتر. فتعالوا معايا نشوف القصة اللي معايا والمفروض ان احنا نتعاون مع الجيران. بصوا يا اصحابي معايا، ذات صباح في يوم جمعة اجتمع ابي معي انا وامي واختي الرضيعة وقال لنا: اجتمعت معكم اليوم لأخبركم بخبر جديد، لقد تم نقلي في العمل إلى محافظة أسوان، وهناك العديد من الاختيارات، إما أن أسافر وحدي وأعود إليكم في العطلات والأجازات، وإما أن نسافر معا ونعيش هناك، فما رأيكم؟ سكت قليلا فرد أبي: ولكن ماذا يا ياسر؟ ما الذي يدور بعقلك؟ قلي قلي ولا تخف. فأكملت قائلا: نحن نعيش هنا يا أبي في بيت العائلة، فتحتنا جدي وجدتي، وبجانبنا عمي وأولاده، وهذا يجعلنا نشعر بالأمان خصوصا وأنت في العمل، فهم يساعدوننا ويهتمون بنا ويحلون لنا أي مشكلات نقع بها، فهل نستطيع العيش بدونهم؟ هز أبي رأسه وقال: معك حق يا ياسر، معك حق يا ياسر، فأنا أيضا أشعر بالاطمئنان بوجود أهلي معي، ولكن للأسف علينا الاختيار. اخترنا جميعا أن نسافر مع أبي ونجرب خبرة جديدة في بلد جديد. في مساء أول ليلة بأسوان جلسنا معا، فقلت لأبي: هل تعلم يا أبي، لقد استقبلنا الجيران استقبالا رائعا، فقد أحضروا لنا الغداء وجهزوا معنا البيت واشتروا لي لعبة جديدة لعبت بها مع أطفال الجيران، فأنا سعيد جدا. ذات نهار سمعت صوت والدتي وهي تتعب، فجريت عليها فوجدت وجهها أصفر وجالسة على الأرضية ممسكة ببطنها، فأخذت أفكر ماذا أفعل الآن، ماذا أفعل الآن؟ عمل أبي بعيد ولن يستطيع الحضور سريعا، ولسنا في بيت العائلة، فاستنجد بجدي او جدتي او عمي، وبدات اختي في البكاء فهي جائعه، و و و ماذا افعل؟ فقلت ساذهب الى الجيران، وجريت اليهم واخبرتهم بما حدث، فتحركوا معي بسرعه، واخذ احدهم امي الى اقرب مستشفى، وكلم الاخر ابي ليقابلهم في المستشفى هناك، وأخذتنا إحدى الجارات أنا وأختي لنجلس معها، وأطعمت أختي فهدأت ونامت، وجلست ألعب أنا مع أولادها، وحتى سمعت صوت الهاتف يرن ترن 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 ترن، إنه أبي، فقد كان من المستشفى وأخير وأخبرني بأن أمي بخير. الحمد لله. رجع أبي وأمي من المستشفى وقال أبي: أنا فخور بك يا ياسر، فأنت فكرت وتصرفت بحكمة. فرددت: هل تعلم يا أبي، أنا الآن أشعر بأن جيراني كأهلي، لا يوجد فرق بينهم، فبفضلهم مر اليوم بسلام بسلام، الحمد لله. تعالوا معايا نشوف القصة الجميلة اللي خدناها واستمعنا إليها، قصة الاستماع جيراني كأهلي. يلا معايا
تدريبات اجتمع يا أصحابي حلوين الأب بأسرتي لإخبارهم بأنه سيسافر للعمل ولا للتنزه الفسحة ولا للعلاج للعمل. برافو شطار يا أصحابي. كان ياسر خائفا من السفر لبعده عن مين؟ عن أهله. ممتاز. اتفقت الأسرة على إيه؟ على أنهم سيسافرون معه ولا أن الأب سيسافر بمفرده؟ اتفقوا على إيه؟ برافو أنهم سيسافرون معا عشان يجربوا تجربة جديدة بلد إيه؟ أخرى أو جديدة. استقبل الجيران أسرة ياسر استقبالا إيه يا طارق؟ جيدا ولا سيئا ولا رهيقا؟ لا جيدا. عند مرض والدته طلب ياسر المساعدة من مين؟ من الجيران. ممتاز. شعر ياسر بأن الجيران كأهله. امتى؟ عندما ايه يا اولاد؟ عاد الاب والام من المستشفى ومر اليوم بايه؟ بسلام. وكده يا اصحابي يا حلوين خلصنا قصتنا باسئلتها. وتعالوا معايا صف كل صوره معبره عن علاقه الجيران. الصوره اللي قصادي دي ممكن اعبر عنها بايه؟ دي علاقتي مع جيراني المفروض اعملها يا اولاد. ان انا اتعامل معهم برفق، ان انا اتشارك معهم في الافراح، ان انا لو حد مريض ازوره، لو حد عجوز اساعده، لو حد طفل صغير اعطف عليه، لو انا معايا حاجه واشاركه فيها في الطعام او او او. يبقى في حاجات معينه لازم اتعامل معاها بود مع مين يا اولاد؟ الجيران، لانهم كالاهل، بل انهم كمان اقرب في المسافه يا اصحابي يا حلوين. تعالوا معايا اول صوره. يساعد بعضهم الاخر. اهو شايفين ده شايفه بيشيل حاجه قام شايل عنه يبقى يساعد بعضهم الاخر. طب تاني حاجه يتشاركون اوقات الفرح. عندهم حفله، عندهم حفله عيد ميلاد، عندهم فرح، عندهم اي شيء بيتشاركوا مع بعض في اوقات الفرح. طب فيهم واحد مرضى من الجيران اسيبه بقى اروح له وقت الفرح بس؟ لا طبعا، يزورون جارهم المريض لازم. طيب شفت حد عجوز عايز مساعده يساعد الصغير الايه الكبير. برافو عليكم يا اصحابي يا حلوين. طب تعالوا نرتب قصتنا زي ما اخذنا معايا دلوقتي. هنزي هنا بيقول لي ايه في البدايه اللي حصل يا اصحابي؟ اجتمع. برافو. اجتمع الاب بايه؟ بالاسره وعرض عليهم السفر معه او ايه البقاء وهو سيسافر. وفي الاخر ايه وفي النهايه اتفقوا على السفر جميعا الى اسوان. طب وبعد ذلك ايه اللي حصل؟ مرضت الام صح في السكن الجديد. طب وايه اللي حصل بعد ما مرضت؟ استعان الولد بمين؟ استعان الولد ياسر بمين؟ بالجيران. وفعلا ساعدوه ويساعدوا الام. وبكده يا اصحابي يا حلوين نبقى خلصنا درسنا النهارده. يبقى بكده يا اصحابي يا حلوين ايه خلصنا درسنا اللي هو قصه الاستماع. جيراني جيراني كايه؟ سمع. جيراني كاهلي. جيراني كايه؟ ايوه كاهلي. برافو ممتازين. وفي حاجه مش فاهمينها يا اصحابي و اي حاجه مش فاهمينها في القصه عرفوني واقول لكم. باي 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 باي. اقول لهم ايه؟ باي باي.